في الأوقات اللي مثلا بيحب إن هو يريح فيها علي معلول وبيدي مثلا لمحمد أشرف يعني، وأنت راجل كنت باك ليفت يعني من الباكات ليفت الجامدين قوي، يعني تقييمك لمحمد أشرف وأداؤه، أما بيحب الراجل إنه يريح علي معلول، شايف أداء محمد أشرف أخباره إيه مع النادي الأهلي؟ والله يا كابتن مرقات، انت لو فاكر حتى انا كنت من فتره كنت عملت معاك مداخله برضك وقلت لك ان الاهلي بيحتاج ثلاث اماكن او ثلاث اماكن اللي هم عليهم الضغط او اللعيبه بتبقى مجهده بشكل كبير جدا. قلت لك حتى حارس المرمى الشناوي لازم يكون حد على مستوى قوي جدا معاه يعني يقدر يشتغل نفسه زي ما احنا كنا معانا الحضري وكان معانا نادر السيد لو انت فاكر. بالظبط، كان الموضوع الحضري كان في اعلى حاجه، كان في التوب فورم، اعلى يعني اعلى فورمه الحضري كانت موجودين فيها. الناحيه الثانيه لو بتتكلم انا قلت راس حرب على مستوى او قيمه النادي الاهلي الموجوده يقدر يعمل الفارق. لو انت عندك شفت الهلال ما بيلعب في ريال مدريد، الهلال راح ثلاث اربع هجمات جابوا منها ثلاث جوان زي ما انت كنت فاكر. احنا بنتكلم محمد اشرف، محمد اشرف من اللعيبه المميزه جدا ولعيب قوي. انا قلت لك من فتره اللي انا محمد اشرف شايفه من نوعيه الخامه المبشره اللي هو ممكن علي معلول. انت عندك علي معلول لعيب كبير جدا، لعيب عامل الفرق مع النادي الاهلي من ضمن الاسلحه الهجوميه للنادي الاهلي. بس انت لازم خلي بالك هيجي لك كابتن بركات، هيجي لك ايقاف، هيجي لك اصابات، هيجي لك اجهاد، فلازم يكون حد موجود يخش واحده واحده تدريجي. محمد اشرف لعيب مميز، خامه مميزه. حتى السنه اللي فاتت لما لعب مع احمد سيد غريب وهو لعب وزياد طارق كانوا عاملين فارق. يعني محمد اشرف انا شايفه من النوعيه المبشره، بس عايز ياخد الخبرات مع الوقت واحده واحده هيقدر يبقى مشروع كويس، باك ليفت كويس. وهو صريح اللي بيها كابتن بركات من الباكات ليفت الصراح، يعني مش حد مش متوظف. انت عارف لما يكون في ناس متوظفه يكون بيلعب مثلا هاف ولا حاجه ونروح مرجعينه ورا او بيلعب في نص. فاهمك فاهمك. لا ده راس ده باك ليفت، باك ليفت. فهو عنده قوة ما شاء الله كويسة، عنده السرعة نفس الكلام، عنده كروس باص بيعمله بشكل كويس. حتى نتذكر السنة اللي فاتت عمل هدف لأحمد سيد غريب. فأنا شايف من نوعيات اللعيبة المميزة. طيب أبو مسلم، طبعا بشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، وكان يهمني إن أنا أشوف رأيه في المباراة اللي هي المباراة اللي احنا بنقول أكيد إن هو كولر بيفكر فيها، إن هو عارف إن هي بيلاعب فيها فريق كبير، فريق كورته سريعة، فريق قدر ان هو يفوز على النادي الاهلي ذهاب وعودة الموسم اللي فات، وده طبعا لازم يتحط في الحسبان. حاجة تانية مهمة جدا ونحذر منها، بعد النتيجة النهاردة مع الثلاثة بونت اللي كسبهم الهلال السوداني من فوزه على القطن الكاميروني بره، ده برضو موضوع يقلق شوية. دايما بنتكلم عندنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي، عندنا ثقة في النادي الأهلي، والنادي الأهلي يبقى المرشح الأول للبطولة في وسط كل الفرق المشاركة. ولكن النهاردة الهلال السوداني مستوى اللي بيقدمه، ابتدى الهلال السوداني بيلعب كورة، شكل الهلال السوداني اختلف تماما عن شكل الهلال السوداني وطريقة لعبه على مدار السنين اللي فاتت. حتى لو هو بصفة مثلا مستمرة بيتواجد في البطولة الأفريقية وفي دوري المجموعات، ولكن أسلوب لعبه، طريقته، كورته مختلفة، مختلفة تماما. وطبعا خلينا نقول إن معاه مدرب من أعرق المدربين اللي موجودين ومن أفضل المدربين اللي موجودين في القارة الأفريقية، إيبنجي. وناس كتير قوي حفظت شكل المدرب إيبنجي ده، كلنا عارفين إن هو قعد فترة كبيرة جدا بيدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، وفي نفس الوقت كان بيدرب فيتا كلاب، يعني قعد سنين بيدرب الفرقتين في نفس التوقيت. وبعد كده بعد ما ساب منتخب الكونغو ابتدى كمل مع فيتا كلاب حتى سنتين كمان، ولكن راجل عارف كل حاجة، راجل يقدر ان هو يطور فريق، راجل الشكل وطريقة الأداء وفكره كل ده باين على فرقة الهلال السوداني. الهلال السوداني بيلعبوا كورة. النهاردة الهلال السوداني بيفوز زي ما بنقول على القطن الكاميروني في الكاميرون، فبيرفع رصيده لست نقاط بعد فوزه على النادي الأهلي. المباراة اللي جاية، الجولة اللي جاية، هيرد تاني مع القطن الكاميروني، بنسبة كبيرة جدا هيقدر ان هو يفوز عليه، يوصل رصيده لتسع نقاط. وبالتالي احنا هنا مش عايزين اي عطلة للنادي الاهلي في المجموعه، خصوصا ان كلنا عارفين في مباراه مؤجله، ولكن كان في هزيمه من الهلال. المباراه دلوقتي مباراه في ملعبنا هنا، فمطالبين بالثلاث نقاط. طبعا الناس مستنيه عرض كويس، واحنا عندنا ثقه كبيره في النادي الاهلي انه هيقدم عرض كويس، ولكن النتيجه مهمه،
مهمة جدا.